بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. بنواصل تقديم سلسلة المحاضرات الخاصة بالانفورميشن سيستم، وخلاص اليوم بنتكلم في بارت 2 في الكتاب المشهور بتاعنا. وبارت 2 بيتكلم على الانفورميشن تكنولوجي كونسبت، اللي هو مفاهيم تكنولوجيا المعلومات المستخدمة داخل الانفورميشن سيستم. شابتر 3 اللي هنتكلم عليه اليوم ان شاء الله بيتكلم على المفاهيم الخاصة بالهاردوير والموبايل ديفايس، يعني هنتكلم على الهاردوير اللي بيستخدم لإدخال المعلومات ومعالجة المعلومات. تمام كده؟ طيب خلينا نبدأ الشابتر بتاعنا كده على بركة الله. ده شابتر 3 الهاردوير اند موبايل ديفايس. نكبر بس الشاشة لحضراتكم. طيب احنا ليه محتاجين نعرف الهاردوير والموبايل ديفايس؟ ليه محتاجين نعرف ده داخل انفورميشن سيستم؟ احنا المؤسسات المفترض ان بتستثمر بشكل ما وبتصرف، اي مؤسسة بتصرف في الكمبيوتر هاردوير عشان تحسن الانتاجية بتاعت العمالة، اوكي، وتزود الارباح وتقلل التكاليف، وكمان تعمل بشكل ما بيتر كاستمر سيرفيس، خدمة العملاء يبقى بشكل أفضل، وفي نفس الوقت بتزود أو بتسرع من وصول المنتج للسوق، وبتسهل كمان التعاون ما بين الموظفين داخل الشركة. يعني أنت عندك هاردوير أو نتورك أو عندك شبكة، الناس كلها بتقدر تأكسس المعلومات. ممكن بشكل ما في برينتر موجودة عند حد على جهازه أو كمبيوتر أو برينتر شيرد متوصلة على شبكة الناس كلها بتوصل لها، أو سكانر أو شيرد ميموري، أوكي، ذاكرة الناس بترفع عليها ملفاتها، أوكي. ده كله بيسهل التواصل بين مين؟ بين الموظفين. تمام كده يا أخوانا؟ طيب تعالى اقول لحضرتك في خلال الشابتر ده تحط في بالك ايه بالظبط. اول حاجه الكومبيتيتيف ادفانتج، المزايا التنافسيه اللي المؤسسه هتحصل عليها من خلال الاستخدام الامثل للكمبيوتر هاردوير والموبايل ديفايس. تمام كده، لازم أن تكون عارف الكلام ده كويس. تمام، الحاجة التانية، ايه هو التأثير لزيادة القدرة وتقليل التكلفة بتاع الهاردوير؟ طبعا احنا بنلاحظ ان الهاردوير سرعته بتزيد والكباستي او الميموري بتزيد، اوكي، والتكلفة كمان بتقل الا اذا حصل بعض الكوارث او الظروف الغير طبيعية في البلدان اللي بينشأ فيها صناعة مين؟ صناعة السيمي كوندكتور وصناعة الكمبيوتر والأكسسوري وخلافه. احنا طبعا هنا بنركز على الكمبيوتر بيزد انفورميشن سيستم اللي هو السي بي اي اس، اوكي، كمبيوتر بيزد انفورميشن سيستم اللي هو نظم المعلومات المبنية او اللي بيستخدم فيها مين؟ اللي بيستخدم فيها الكمبيوتر. تعال اول اقول لك الاناتومي اوف كمبيوتر او تشريح الكمبيوتر. يا ترى الكمبيوتر بتاعنا عامل ازاي؟ طبعا المعلومات دي معلومات اوليه والناس كلها عارفاها، ان الكمبيوتر بتاعنا كهاردوير، اوكي، هو عباره عن مجموعه من الديفايسز، مجموعه من الاجزاء او مجموعه من المكونات اللي بتعمل انبوت، اللي بتقدر تدخل بيانات زي مثلا كيبورد، ماوس، السكانر، المايك. دي الحاجات البسيطة اللي بتساعد على إدخال البيانات كأنها هاردوير، وبتعمل بروسيسنج يعني بتعالج البيانات، أوكي، زي مين؟ زي البروسيسور، داتا ستورج مثلا زي الميموري، أنا بتكلم هنا في هاردوير طبعا، الأوتبوت زي السكرين مثلا، زي السبيكر، ده يعتبر هاردوير مختص بالأوتبوت. فلما تيجي تبص على الهاردوير إجمالا تلاقي ان الهاردوير ده عباره عن ايه، او الكمبيوتر بتاعك عباره عن ايه؟ عباره عن بروسيسور،
او السنترال بروسيسنج يونت، وحده المعالجه المركزيه اللي هو مخ الجهاز، او ببساطه بيطلق عليه البروسيسور. تمام. طيب انت هتعالج بيانات، البيانات بتاعتك هتبقى هتحفظها فين وهتقراها منين؟ هقراها من المين ميموري. المين ميموري الذاكره الرئيسيه بتاعت الجهاز، اللي هي بشكل ما ممكن نقول عليها الرام، اكيد بنسمع مصطلح الرام. اوكي. وفي الانبوت اوت ديفايس، دي اللي بتوصل حضرتك بالعالم الخارجي، يعني الكمبيوتر هيتصل ازاي، اليوزر عاوز يكلم، المستخدم عاوز يكلم الكمبيوتر، حد في مركز بيع او حد مندوب مبيعات معاه هاند هيلد ديفايس، معاه وحدات ادخال بتشال على الايد عامله زي البالم او زي كف الايد كده، بيدخل عليها بيانات، بيدخل عليها اوردر. اوكي. دي عباره عن انبوت او ديفايس. الكلام ده كله متصل من خلال مجموعه من الكونداكتور او مجموعه من الباسز، مجموعه من الباس، وسائل النقل البيانات اللي هي بتوصل بين البروسيسور بالمخ الجهاز وبين الذاكره وبين الانبوت اوت. طبعا عشان حضرتك تكلم الميموري، الميموري دي بيتقال عليها البايت ادريسابل. بايت ادريسابل يعني ايه؟ يعني مكان ليه عنوان، كانك بالظبط مثلا في عماره كده او في برج وعاوز تروح الدور الثالث عشان تجيب من هناك حاجه او تودي هناك حاجه. اوكي. زي العامل بتاع الدليفري كده. اوكي. فهو معاه عنوان ومعاه اكل، معاه حاجه معينه هيروح يوديها، او معاه دواء. الحاجه اللي بوديها دي هي عباره هتنتقل في الديتا بس. اوكي. سواء كنت بتنقل من الميموري للبروسيسور، اوكي، او من البروسيسور للميموري. لكن وانت رايح في الميموري هتروح الدور الكام، هتروح الدور الكام في البرج، العنوان ايه، فالعنوان ده هينتقل من خلال مين؟ من خلال الادرس بس. ده شكل الكمبيوتر بتاعنا من جوه لما تيجي تشرحه، عباره عن بروسيسور، عباره عن ميموري اللي هي الرام، وعباره عن انبوت اوت ديفايس او وحدات الاجزاء الطرفيه. تمام كده يا اخوانا، وده مهم جدا. زي ما قلت لحضرتك بقى ان البروسيسور بتاعنا ببساطه هو السنترال بروسيسنج يونت. ده معنى كلمة بروسيسور، عبارة عن مين؟ عبارة عن مخ الجهاز، وهو بقدر ما اللي قادر على ان هو يسلسل الأوامر وينفذها، أو بمعنى تاني البروسيسور هو الجزء من الهاردوير اللي قادر على تنفيذ الأوامر، هو ده اللي بينفذ البرنامج بتاع حضرتك، هو ده اللي بيعمل اكسكيوت الانستراكشن، اعرف المصطلح ده، اكسكيوت انستراكشن، يبقى بيعمل سيكونسز يعني بيسلسل أو بيرتب الأوامر وبينفذها. ده شغلة مين؟ شغلة البروسيسور. طب يا ترى الميموري، الميموري ذاكرة زي ذاكرة الإنسان، وتصور الميموري دي بأهمية لو أنت النهاردة لقينا حد بدون ذاكرة، لا قدر الله عنده ألزهايمر. فأنت النهاردة بتتكلم في ميموري داخل جهاز كمبيوتر شايلة ديتا، شايلة بيانات، وشايلة إنستراكشن، وشايلة أوامر. تمام؟ يبقى الميموري دي هي اللي بتدي لك الوركينج ستورج أو مساحة التخزين، أوكي؟ عشان تقدر تخزن مين بقى؟ الأوامر، تقدر تخزن البرنامج بتاع حضرتك، البروجرام. ما هو خد بالك إن أنت البرنامج بتاع حضرتك إن أنت لما بتروح تعمل عليه دبل كليك أو بتفتح أبلكيشن على الموبايل أو على الهاند هيلد أو على اللابتوب، لما بتعمل دبل كليك عليه المفترض البرنامج ده يبدأ تشغيل، فهو عبارة عن مجموعة من الإنستراكشن، مجموعة الأوامر. مين اللي بيقراها وبيشغلها وينفذها؟ هو البروسيسور. طب هي كانت موجودة فين أصلا؟ موجودة في الرام، في الميموري. أوكي؟ وزي ما قلت لحضرتك إن الانبوت اوت ديفايس هو جزء من الهاردوير مسؤول إن يباصي أو ينقل البيانات وينقل الأوامر لمين؟ للكمبيوتر. زي مين؟ زي السكانر. السكانر ده يا إخوانا بتسحب عليه الصورة، بتسحب عليه ملف تعمل سكان عشان تنقلها لديجيتال فورم، لصورة ديجيتال، صورة رقمية تتحط على الكمبيوتر، تتخزن على الكمبيوتر. زي الكيبورد، زي الماوس، زي السكانر، زي المايك، بنقل الصوت لملف صوتي يتعان على الكمبيوتر او يتخزن في الكمبيوتر. وزي ما قلت الوحدات دي كلها متصلة عن طريق مين؟ عن طريق الباص. تمام؟ طيب زي ما قلت لحضرتك ان الكومبوننت بتاعت الكمبيوتر دي كلها شغالة مع بعضها عشان تعمل، عشان تعمل ايه؟ عشان تنفذ امر معين. يعني مثلا وانت في برنامج هتلاقيك بتجمع، بتطرح، بتضرب، بتقسم. اوكي. الكومبوننت دي كلها
شغالة عشان تكمل مين؟ تكمل الأمر وتحقق أهداف مين؟ أهداف اليوزر. يعني أنت شايف من فوق أوكي إن أنت بتعمل سند وريسيف إيميل. اللي أنت بتعمله ده عبارة عن العديد من العمليات، أنت شايفه بس مجرد إن أنت بتبعت إيميل، لكن إرسال الإيميل ده متطلب إن البروسيسور بيشتغل ويتكلم مع الميموري ويسند حاجة في الانبوت اوتبوت ويروح يشوف البروتوكول والكوميونيكيشن. دي كلها عمليات انت مش شايفها، لكن كل اللي انت شايفه كمستخدم ان انت بتقول له سند او ريسيف الايميل، لكن البروسيسور بيشتغل شويه شغل كويسين معتبرين عشان يعمل سند وريسيف مين؟ الايميل. تمام كده؟ عشان يتوقع او يتوقع فايده معينه، عشان تدفع فاتوره. الجاست ان انت بتعمل كليك او جاست ان انت بتعمل بليس اوردر، بتشتري اونلاين، فانت بتعمل عمليات معينه. البروسيسور انت بتعمل عمليه واحده، البروسيسور شغال بيعمل تفاصيل العمليات دي كلها. عامه عشان تنفذ اي امر او البروسيسور عشان ينفذ اي امر، فالبروسيسور بيمر بمرحلتين مهمين جدا. المرحلتين دول اسمهم انستراكشن اند اكزكيوشن. في بعض التكست بوك للناس المتخصصه الكلام ده بيمر بثلاث مراحل: ديكود، عفوا فيتش، يعني في امر، الامر طبعا ده موجود في الميموري مكتوب في باينري فورمات، مكتوب كوحايل وصفار اللي هي لغه الاله اللي هي موجوده في الرام. اوكي، البروسيسور بيروح يجيب الشفره دي من الرام. مين يفهم الشفره دي؟ البروسيسور بيفهمها. فالاول البروسيسور بيجيبها من الرام. يعني ايه بيجيبها؟ يعني جيت دي عندنا فيتش، يبقى بيعمل فيتش يعني ايه؟ جيت، بيروح يجيب البيانات ثم يعمل ديكود. ديكود يعني يفك الشفرة، لأنها مجموعة وحايد وصفار. الشفرة دي ممكن تقوم بتقول له مثلا اجمع، اطرح، اقسم، يبقى جاب الشفرة وفكها، فيتش عند ديكود، وهيبدأ ينفذها. دي اسمها اكسكيوت، هينفذ. هنا بيزودوا الموضوع لأنه كمان بيعمل ستور، بيخزن، فبيقول فيتش وديكود واكسكيوت وستور. هو مقسم الكلام ده لمرحلتين كبار: مرحلة اسمها انستراكشن، يعني المرحلة اللي فيها الفيتشنج والديكودنج، ومرحله تانية اسمها الاكسكيوشن اللي فيها التنفيذ. اهو زي ما حضرتك شايف، ده الميموري موجود في الامر بتاعنا. البروسيسور بيعمل فيتش، بيجيب الامر من الميموري ثم هيعمل له ديكود. مين في البروسيسور اللي هيعمل ديكود؟ جزء اسمه الكنترول يونت، وحده التحكم، هي اللي بتفهم الشفره بتاعه الوحايد والاصفار عشان يقدر يعمل ديكود. بعد كده بيبدا حاجة تانية اسمها الارثماتيك اند لوجيك يونت، وحدة الحساب والمنطق، تعمل اكسكيوت وتنفذ مين؟ وتنفذ الامر. تمام؟ ثم تبدأ في المرحلة الرابعة تعمل ايه؟ ستور، بتخزن ناتج العمليات دي داخل الميموري. تمام؟ هو مقسم بقى اللي اسمها الاي تايم، اللي هي الانستراكشن تايم، اللي هي الفيتش والديكود، ومرحلة الاكسكيوت مسميها اي تايم او الاكسكيوشن. تمام كده يا اخوانا؟ طبعا الانستراكشن فيز دي مشروحه مع حضرتك اهوت. فيتش انستراكشن معناه ان الكمبيوتر او البروسيسور بيعمل ريدنج، بيقرا النكست بروجرام انستراكشن، الامر اللي عليه الدور في التنفيذ. اوكي، وبيقرا البيانات كمان اللي بتساعد على الكلام ده، دي اسمها فيتش. لو عمل ديكود فمعناه ان الانستراكشن بيحصل له ديكودنج او ديكودد، بيتفك شفرته. اوكي، عشان يبدا ينتقل لوحده البروسيسور المسؤوله عن التنفيذ، عشان ندخل في الاكسكيوشن فيز. الاكسكيوشن فيز ان انت بتنفذ الامر ده. زي ما قلت لحضرتك ممكن تكون بتعمل ارثماتيك كومبيوتيشن، بتعمل عمليه حسابيه، بتعمل لوجيكال كومباريزون، مقارنه، بتعمل بيت شيفت وحاجات اكتر من كده يعني. وبتخزن الناتج بتاعك زي ما قلت لحضرتك، بتخزن في خلال الريجستر او من خلال مين؟ او من خلال الميموري. عامه عشان العمليات بتاعت التنفيذ او الفيتش او الديكود او الاكسكيوت تتم وتتم بصوره متزامنه، طبعا انا بتكلم، مش بتكلم مع متخصصين في الكمبيوتر ساينس عشان في بعض المصطلحات هتبقى مهمه ليهم، ففي بعض الحاجات هنعديها شويه. عشان البروسيسور بتاعنا ينفذ العمليات دي كلها، محتاج وحده مسؤوله عن تزامن العمليات الحسابيه. اللي بيعمل التزامن ده حاجه اسمها الماستر كلوك جنريتور، ودي موجوده على المذر بورد بتاع حضرتك. مصطلح معين اسمه الكلوك سبيد. ايه الكلوك سبيد دي؟ دي عباره عن بلصات، عباره عن نبضات كهربائيه. اوكي، معموله على معدل معين، المعدل ده بيتقال عليه الكلوك مين؟ الكلوك سبيد، وده اللي بيتحكم في سرعه البروسيسور بتاع حضرتك.
يعني ممكن تروح تجيب بروسيسور يقول لك البروسيسور ده كام جيجا هرتز، كام جيجا هرتز. الجيجا دي 10 اس 10 اس 9، الجيجا 10 اس 9 اللي هي، انا اسف، الجيجا 10 اس 12، الجيجا 10 اس 12. اوكي، يبقى الميجا 10 اس 6، الجيجا 10 اس 9، معلش انا اسف، 10 اس 9. اوكي، اللي هي 2 اس 2 اس 30، الجيجا 2 اس 30. تمام، يعني تقدر تحسب 2 اس 30 وتعرف الجيجا بالظبط كام. تمام، ودي يونت من دي عباره عن جيجا هرتز. طبعا الهرتز ده عباره عن وحده من وحدات قياس التردد، وده زي ما قلت لحضرتك بينفذ 1 بليون انستراكشن، اوكي، 1 بليون سايكل بير سكند. طبعا كل ما الكلوك سبيد، كل ما المعدل بتاع الكلوك سبيد زاد، كل ما كان معناه ان البلصات بتيجي في زمن قليل قوي. فده معناه ان الفترات البينيه بين البلسز بتكون قليله، وده معناه ان الانستراكشن بقت سريعه قوي، الانستراكشن هتبقى سريعه قوي في التنفيذ. بس المشكله طبعا ده مهم جدا عشان يزود سرعه البروسيسور في تنفيذ العمليات، لكن المشكله كل ما الفريكوانسي بيزيد كل ما البروسيسور بيسخن، البروسيسور بتاع الجهاز بيسخن. ولو درجة الحرارة العالية دي ما حصلهاش تبديد او ان انت ازلتها، هيبدأ يأثر في اداء البروسيسور. فعشان كده البروسيسور بيتحط حاجة جنبه اسمها الهيت سينك، هيت سينك اللي هو بيشيل الحرارة او بتحط فانة معينة مروحة عشان تقلل من الحرارة او تسحب الحرارة اللي موجودة دي. تمام كده يا اخوانا؟ طبعا في فاميلي كتير للبروسيسور او عائلات للبروسيسور. تمام، العائلات دي بشكل ما، قبل ما نتكلم على العائلات هنتكلم على حاجه اسمها الانستراكشن سيت. الانستراكشن سيت يعني مجموعه الاوامر. اي بروسيسور في الدنيا لما بيصنع في الشركه بيجي معاه داتا شيت موجود فيه الاوامر اللي البروسيسور بيفهمها. اوكي، زي مثلا، ودي اوامر بتقال عليها لو ليفل، لو ليفل يعني مثلا زي add, compare, in, jump, jump if, load, out, store. دي جزء من الأوامر ربما تكون موجودة في البروسيسور بنفس المسميات أو أسماء بديلة. وعامة الأوامر دي يعني add بيطلق عليها مثلا حاجة اسمها opcode. opcode يعني operation code، هي شفرة الأمر. شفرة مين؟ شفرة الأمر. الناس اللي عندها خلفية في البرمجة ربما يكون سمع عن حاجة اسمها if statement. F الاف دي لما نيجي نفكها باللو ليفل بتتفك بحاجات زي الجامب، زي الجامب. عشان تجمع كنت بتحط علامة الجمع في لغات البرمجة عالية المستوى، وانت في السي وانت في الجافا بتحط زائد. هنا مش هتحط زائد، بتحط امر اسمه اد، وربما هناك انت بتحط العلامة بتاعت الزائد فقط. هنا ممكن ربما تكتب 3 4 سطور عشان تعمل عملية الادنج. هنا انت بتتكلم في لو ليفل، لو ليفل. فمجموعة الاوامر البروسيسور بيفهمها دي، اوكي، يطلق عليها انستراكشن سيت اركيتكشر او ايزا. انستراكشن سيت هي دي مجموعه الاوامر اللي البروسيسور بيفهمها ويقدر ايه، ويقدر ينفذها. تمام كده يا اخوانا؟ طيب، في حاجه اسمها البروسيسور فاميلي، دي عباره عن مجموعه بروسيسور من نفس مين؟ من نفس المصنع. مجموعه بروسيسور من نفس المصنع ليها نفس الفيتشر ولها نفس الكابابيلتي، اوكي، لكن هما مشتركين في اوامر كتير، لكن ربما يكون في بعض التنوع البسيط اللي هو من جيل لجيل، مين من جيل لجيل اخر. تمام، يعني مثلا الانتل بانتيوم والاي ام دي اصلا بروسيسور، خلاص، تقريبا بيستعملوا نفس الانستراكشن سيت. الانتل بانتيوم والاي ام دي اصلا بيستعملوا نفس المين، نفس الانستراكشن سيت، يعني متشابهين بدرجه كبيره في الاوامر اللي انا قلت لحضرتك عليها. تمام، من ضمن العائلات اللي بنتكلم عليها مثلا عائلة الـ 86، ودي اللي بتوصل في الاخر للبانتيوم بروسيسور اللي احنا شغالين عليه اليومين دول، دي اسمها عائلة الـ 86. المصنعين او التكنولوجي المستخدمة انتل، اي ام دي، فيا تكنولوجي، دول المصنعين بشكل ما، انتل واي ام دي وفيا هما المصنعين للبروسيسور الـ 86. خلاص كده، وده بشكل ما اكتر بروسيسور موجود في اجهزة الكمبيوتر البيرسونال كمبيوتر.
في الانتل اتوم. انتل اتوم دي براند نيم للو فولتج سي بي يو، اوكي، برضو المصنع مين؟ انتل. ودي بشكل ما صممت عشان بتستهلك او بتسخن بصوره اقل من ال 86، تمام؟ يعني هي شغاله بتسخن بدرجه اقل، وبالتالي هي محتاجه باور قليله وعناصر اقل معاه كده عشان تبدد الحراره الزايده، لان ما عندهاش حراره زايده قوي، تمام كده. وبالتالي بشكل ما طالما الوضع ده، فده ممكن يستعمل فين بقى؟ في اللايت ويت بورتابل كمبيوتر. يعني احنا خففنا الوزن. ليه خففت الوزن؟ لان الحاجات اللي كنت بتحطها عشان تبدد الحراره او تزيل الحراره ما عاد لهاش لازمه، لان هو شغال لو فولتج، اوكي. بعد كده في عائله ثالثه اسمها الارم، الارم بروسيسور، ودي موجوده في حاجه اسمها الامبيدد سيستم او النظم المدمجه. ده هتلاقيه في الموبايل بتاع حضرتك، اوكي، هتلاقيه في الموبايل بتاع حضرتك. ودي شغاله على تقنيه بشكل ما اسمها الريسك، ريسك بروسيسور، اللي هو ريديوسد انستراكشن سيت كمبيوتر، اللي هو بروسيسور بس عنده سمول سيت من الانستراكشن. تعرف الانستراكشن دي عددها كام؟ ده الانستراكشن سيت عددها كام؟ لما يكون العدد قليل في نوع من التقنيه دي اسمها ريديوسد انستراكشن سيت كمبيوتر، اسمها ريديوسد انستراكشن، اسف، ريديوسد انستراكشن سيت كمبيوتر. لو ده عن كده اخدنا، احنا اتكلمنا على الارم واتكلمت على الانتل اتوم و 86 فاميلي، اوكي. طيب زي ما قلت لحضرتك برضو الريسك شغال برضو ليس باور وبيجنريت هيت او بيسخن بصوره اقل من 86، ونفس الكلام لانه بيسخن اقل فمش محتاج بيج هيت سينك، مش محتاج ان انا اركب حاجات تزيل الحراره، اوكي، ولا مروحه عشان اشيل الكلام ده، وبالتالي هيبقى هو حجمه صغير وخفيف مع كده وبيستهلك طاقه بصوره قليله، وده بشكل ما مناسب لمين؟ للسمارت فون والتابلت. بعد كده هنتكلم على حاجه اسمها المالتي بروسيسنج. ايه المالتي بروسيسنج ده؟ المالتي بروسيسنج هو التنفيذ المتزامن، يعني بشغل امر او اتنين او ثلاثه او اربعه في نفس الوقت، اوكي. انا بتكلم هنا على برنامج شغال على البروسيسور بتاعي. فمعنى المالتي بروسيسنج قدره البروسيسور بتاع حضرتك ان يعمل مالتي بروسيسنج. يعني ايه مالتي بروسيسنج؟ يعني بيكسكيوت، بينفذ اكتر من امر في نفس الوقت. وده بشكل ما عشان يعمله بيبقى البروسيسور معاه حاجه اسمها كوبروسيسور، كوبروسيسور او بروسيسور مساعد. والبروسيسور المساعد ده، اوكي، بيعمل نوع معين منين؟ من الاوامر. البروسيسور الاصلي شغال بيعمل تاسك معينه، بيعمل مهمه معينه، واحنا عندنا مين بقى؟ عندنا كو بروسيسور، بروسيسور مساعد، ممكن يكون انترنال وممكن يكون اكسترنال، يعني ممكن يكون داخل البروسيسور الاصلي وممكن يكون براه، تمام؟ وشغال على ديفرنت كلوك سبيد، مش كده يا جماعه؟ وزي ما قلت بيبرفورم سبيسيفيك فانكشن. وده اول ما انا سمعت عنه كان مرتبط بمين؟ بالماس كوبروسيسور. يعني في بعض الاجيال من البروسيسور القديمه بدا يطلع بروسيسور مساعد عشان يسرع من اداء العمليات الحسابيه، ماس كوبروسيسور. وفي حاجات بقت خاصه كمان بالجرافيكس كوبروسيسور، في العمليات بتاعه الجرافيكس خاصه بكارت الشاشه، تمام كده يا اخوانا؟ وبدأ يطلع مصطلح المالتي كور بروسيسور. ايه المالتي كور ده؟ ده عباره عن اكتر من وحدتين مستقلين للبروسيسنج يونت، للبروسيسور. كل وحده فيهم بيتقال عليها ايه؟ كور، كان بروسيسور. المالتي بروسيسور او المالتي كور زي ما قلت لحضرتك في وحدتين او اكتر من الاندبندنت بروسيسنج يونت، بيسموها ايه؟ كورز. ودي قادره ان هي تنفذ او تقوم بنفس الدور البروسيسور الاصلي، تمام كده يا اخوانا؟ دي بيتقال عليها مين؟ بيتقال عليها مالتي كور.
على السكيل الاكبر بقى، بدل ما كنت بتكلم في مالتي بروسيسنج ان انت بتتكلم على بروسيسور واحد وبتنفذ اكتر من امر في الكمبيوتر على في نفس الوقت كتزامن يعني، وطلعنا لفكره الكوبروسيسور اللي هو البروسيسور المساعد، وبعدين طلعنا لفكره مين المالتي كور، بدانا ندخل فكره مين بقى البارل بروسيسنج اللي هي الحوسبه المتوازيه. ايه الحوسبه المتوازيه دي؟ اللي هو برضو التنفيذ المتزامن اوكي لأكتر من تاسك على مالتيبل بروسيسور، على اكتر من بروسيسور، عشان ياخد النتائج بسرعه اسرع. يعني لو انت عندك برنامج والبرنامج ده مش بالضروري الامر التاني يستنى الامر الاول عشان يشتغل، يعني ممكن ما يكونوش معتمدين على بعض، يعني ممكن يشتغلوا في نفس الوقت بصوره تزامنيه خلاص كده. ممكن السيستم بقى في الوقت ده يبقى عنده الاف من البروسيسور عشان تعمل ماسيفلي بارل بروسيسنج سيستم، عشان تعمل نظام حوسبه متوازيه ضخم جدا، عشان يقدر يعمل سبيد لمين للبروسيسور او سبيد للبروسيسنج. تمام كده يا اخوانا؟ طبعا كل بروسيسور هيبقى له الباص بتاعه، وهيبقى له الميموري، وهيبقى له الديسك، ونسخه منين من نظام التشغيل والتطبيقات بتاعته. كمان ممكن البروسيسور دي تكومنيوكيت او تتصل مع بعض خلاص كده، عشان تنسق وتنفذ مين وتنفذ الكمبيوتر بروجرام. طبعا كمان بدأ يظهر بعض الحاجات زي مثلا في بعض التطبيقات ان انت ممكن تعمل فيرتشوال موديل مثلا، ممكن تاخد الكلام ده كتطبيق في الميديسن اوكي. ممكن بدل ما تبني فيزيكال سيستم تروح تعمل سيميوليشن مثلا، عاوز تعمل فيزيكال سيستم فبتعمل له سيميوليشن او بتعمل له فيرتشوال موديل، موديل افتراضي، وتستخدم البارل كومبيوتنج مع كده الحوسبه المتوازيه للموضوع ده. في طبعا الحوسبه المتوازيه دخلت في العديد من التطبيقات الضخمه. في تطبيق قدام حضرتك اهوت عشان يعمل سيميوليت مع كده للزلازل والبراكين وتسنامي اوكي، فمحتاج سرعات عاليه كبيره جدا، مش هتبقى متاح في البروسيسور او البروسيسنج العاديه، فمحتاج بارل كومبيوتنج عشان يعمل الكلام ده. في نظام تاني بقى اسمه الجريد كومبيوتنج. ايه الجريد كومبيوتنج ده؟ ده عباره عن كوليكشن من الكمبيوتر بس بشكل ما بتاعت انديفيدوال، بتاعت اشخاص او مؤسسات اوكي، بيشتركوا مع بعض عشان يحلوا مشكله معينه، وده بشكل ما عباره عن لو كوست ابروتش، عباره عن بديل للبارل كومبيوتنج. طبعا مش حجمه كبير، يعني بيحتوي على مثلا 10 20 30 100، احيانا بيوصل لالاف من الكمبيوتر اللي بشكل ما متجمع عشان تحل مشكله معينه. تمام كده يا اخوانا؟ طيب من ضمن الحاجات اللي بقت تظهر دلوقتي اللي هو فكره مين بقى، فكره ممكن ننتقل النقطه الثانيه افضل، اللي هي فكره المانيوفاكتشرنج بروسيسور، التصنيع. التصنيع بتاع البروسيسور ده بيصنع البروسيسور على انتجريتد سيركت. انتجريتد سيركت يعني دايره متكامله، او بنقول عليها تشيب، شريحه، زي لو فتحت اي شفيه او اي جهاز الكتروني عند حضرتك وفتحته من جوه هتلاقي فيه حاجه لها ارجل كده بتبقى سودة ولها رجلين حديد، دي بيتقال عليها انتجريتد سيركت. انا ممكن والله اوريك صوره للانتجريتد سيركت. نشوف كده حاجه شبه كده يا اخوانا، مش عارف انا ما اشتغلتش على مايكروسوفت بينج، مش عارف اجيب منين صور، نجيب منين صور. اعتقد ايمج اهي، هي دي اسمها الاي سي يا اخوانا اوكي، ودي طبعا شكل ماذر بورد قدام حضرتك اوكي، دي شكل الاي سي ماشي، ده شكل الاي سي، الشكل اللي قدامك ده الاي سي. تمام طيب نرجع لموضوعنا. فالاي سي دي عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه من الكترونيك سيركت، من الدوائر الالكترونيه، بس على سمول سبيس، على مساحه صغيره من السيمي كوندكتور ماتيريال، من اشباه الموصلات. اشباه الموصلات اللي انت شغال عليه بتقال عليه هو مين؟ سيليكون.
عامة بشكل ما الاي سي بتاعت حضرتك دي محطوط عليها مش عاوز اقول لك ملايين من الديفايسز من الاجهزه الالكترونيه عشان تقدر ممكن تكون شريحه ميموري ممكن تكون بروسيسور. اوكي عامة السيمي كوندكتور فابريكيشن بلانت ده المصنع او المكان او اللاب اللي بيتعمل فيه التصنيع تمام بيتقال عليه فاب او فاوندري. فاب او الفاوندري يبقى الفاب او الفاوندري او الفاوندري عبارة عن المصنع اللي بيصنع فيه الانتجريتد سيركت تمام. بعد كده في حاجات بقى يعني ممكن تتفرج عليها براحتك. بعد كده بنتكلم على مين؟ على الميموري. الميموري دي جزء من الهاردوير بتاع الجهاز اللي بتمد البروسيسور اوكي بوحدة تخزين عشان اقدر اخزن مين؟ عشان اقدر اخزن البروجرام انستراكشن الاوامر ومين والبيانات. طبعا وانت بتتعامل مع الرام فكلمة رام دي معناها المين ميموري اللي هي الذاكرة الرئيسية بتاعت مين؟ بتاعت الجهاز. وزي ما قلنا هي عبارة عن مين؟ عن الوركينج ستورج اريا اللي بتخزن فيه الانستراكشن وتخزن فيه مين يا اخوانا؟ وتخزن فيه الداتا. طبعا حضرتك بشكل ما سمعت ان في حاجه اسمها البت. اوكي البت دي مكان تخزين يا اما شايل او متخزن فيه واحد او متخزن فيه صفر. والواحد والصفر اللي بنتكلم عليه في الماشين كود هي عباره عن نبضه كهربائيه يعني موجود او غير موجود. المكان اللي بتخزن فيه ده كهاردوير اسمه بت. اوكي فانت عندك 8 بت مع بعض بيعملوا حاجه اسمها ايه؟ اسمها بايت او كاركتر. يبقى ال 8 بت اي حرف عندك يعني وانت بتضغط على الكيبورد على حرف الاي اوكي حرف الاي ده عباره عن 8 بت لما يجوا يدخلوا للكمبيوتر. يعني انت مجرد ما تروح تعمل بريسنج او تضغط على كيبورد على حرف الاي كابيتال تدخل شفره من الوحايد والاصفار. الشفره دي عباره عن 8 بت ومش شفره عن طريق حاجه اسمها الاسكي كود. اسكي كود ربما تكون سمعت عنه. ايه الاسكي كود ده يا اخوانا؟ تقدر برضه بنفس الطريقه تروح تقول له اسكي تيبل اهو الجدول اللي قدام حضرتك ده لما تروح تفتحه كده وتبص فيه لو مش ظاهر قدامك تقدر تعمل اللي عملته وتروح تقول له والله يعني لو انا شايف صح مثلا اهو يعني مثلا حضرتك لو ضغطت على خمسة حرف الخمسة رقم الخمسة رقم الخمسة ده هيدخل رقم بالديسيمال اسمه 53 والرقم ده بنظام اسمه الهكسا ديسيمال 35. 35 ده لما تشوفه انا بقول لك يعني عليه من على الشمال كده هتلاقيه صفرين واحدين 0 1 0 1 عباره عن 8 بت اسمهم 35. طب لو حد كتب يساوي طب اكبر طب قوس شمال قوس يمين طب اتش كابيتال طب اتش سمول اوكي طب مسطره المسافات طب ضغط على ديليت اوكي طب ضغط على اسكيب طب عمل كانسل طب عمل نيو لاين طب عمل فورم فيد طب عمل اند اوف تكست طب عمل باك سبيس. كل ده كل واحد من دول ليه شفرات. الشفرات دي عباره عن 8 بت والجدول اللي قدامك اسمه الاسكي كود. لو انا كتبت اسكي كود و باينري تاني يا اخوانا هكتب اسكي كود كده باينري مش عارف هو ليه عمل كده اسكي كود باينري اوكي حاجه شبه كده اوكي اهو اللي ظاهر قدام حضرتك ده كبرناه شوية. شوف كده البي مثلا بي كابيتال دي الشفرة بتاعتها باينري 8 بت ده اللي اتكلمنا عليه. فال 8 بت دول زي ما اتفقنا دول بيمثلوا كاركتر. الشفرة اللي بتعمل الكلام ده اسمها اسكي كود. ال 8 بت دول هم عبارة عن مين؟ عبارة عن بايت. تمام كده يا اخوانا. طبعا دي قياس الوحدات بقى يعني انت بتتكلم في بايت فالاختصار بي ده عباره عن 1 بايت. لو بتتكلم على كيلو الكيلو ده يعني 2 اس 10 2 اس 10 يعني 1024 يعني تقريبا بيقولوا عليه 1000 1000 بايت. الميجا بايت عباره عن 10 اس 6.
الجيجا بايت عبارة عن 10 أس 9، أنا آسف، 10 أس 9، تمام كده، اللي هو بيتقال عليه البليون. التيرا بايت 10 أس 12، البيتا بايت، الإكسا بايت، الزيتا بايت، اليوتا بايت، دي كلها وحدات لمين؟ لقياس الذاكرة، تمام؟ التايبس بتاعت الميموري، أنواع الذاكرة بتاعت الميموري المصنعة أو الهاردوير، في نوع اسمه الراندوم اكسس ميموري او الرام، ودي عباره عن ذاكره مؤقته. يعني ايه ذاكره مؤقته؟ يعني مجرد فصل الكهرباء عن الرام تفصل المحتويات وتضيع المحتويات بتاعه الرام، تمام كده. ودي عباره عن كانها سويتشات، يعني كل سويتش بيخزن واحد او صفر، عباره عن مليون اوف سويتشز، عباره عن ملايين من السويتشات اللي هي حساسه جدا للتغير في مين؟ للتغير في الالكتريك كارنت او التيار الكهربي، تمام كده يا اخوانا. طبعا الرام دي لما تيجي تصنع بتيجي في اكتر من حاجه، في منها ستاتيك رام، الاس رام، وطبعا احنا بنتكلم في مين ميموري، فالميموري بشكل ما بيتقال عليها بايت ادريسابل، يعني ايه؟ كانها برج او مجموعه من الادوار كل دور كانه بايت، المساحه بايت. يبقى لو انت مثلا عندك الكليه بتاعتك عباره عن مجموعه من الادوار، فتصور ان كل دور جواه مساحه تخزين بايت كانه حرف. فبايت ادريسابل يعني انا اقدر اخزن بايت باي بايت، واروح لما اجي عنون اقدر احط العنوان لمين؟ لبايت واحد، خلاص. ودي بشكل ما الاس رام دي سريعه، فعلى الدوام هتلاقيها موجوده في الهاي سبيد ريجستر والكاش. ايه الكاش ده؟ الكاش ده تصور ان انت البروسيسور عشان يشتغل بيشتغل مع مين؟ مع الميموري، مع الرام. فالرام سرعتها مقارنه بالكاش، الكاش اسرع بس الكاش حجمها صغير، تمام. فلما تيجي تصنع الكاش والريجستر اللي هما موجودين بشكل كبير داخل البروسيسور، داخل البروسيسور، فبتصنعهم كانهم اس رام. اوكي يا اخوانا. في نوع تاني بقى اسمه الديناميك رام او الدي رام، والدي رام دي بشكل ما بتستعمل لمين؟ للمين ميموري او الرام. يعني الرام بتاعت حضرتك بشكل ما هتلاقيها معموله منين؟ من الدي رام. بعد كده حصل تطور بشكل ما عشان نضاعف سرعه الوصول للمعلومه، اوكي، بقى موجود عند حضرتك حاجه اسمها دي دي ار اس دي رام، الدي دي ار اس دي رام، ودي بقت فيرجن شويه محدثه من الدي رام المستعمل لبناء المين ميموري، تمام كده. وبدأ يظهر معاه حروف بقى دي دي ار 2 ودي دي ار 3 ودي دي ار 4 بناء على الفولت المستعمل للتشغيل، بناء على الفولت المستعمل في التشغيل. انا مش هطول على حضرتك في التفاصيل بتاع الجزء ده، لكن الجزء اللي عاوزك تركز معاه فيه لان جزء مهم واحنا بنسمعه حتى، يعني الموضوع كانه معلومات ثقافيه حاليا، بنتكلم على الكاش ميموري. ايه الكاش ميموري؟ تعال ابسط لك الكاش ميموري بالشكل ده. انا عندي بروسيسور، والبروسيسور بشكل ما عشان يشتغل ويتواصل بيتواصل مع مين؟ مع المين ميموري. المين ميموري هنا اللي هي الرام بتاعتنا، اللي هي الذاكره الرئيسيه، ودي ذاكره فولاتايل، اوكي، يعني بيتطاير المعلومات اللي فيها مع انقطاع الكهرباء، تمام. بين البروسيسور وبين الميموري هتلاقي في حاجه اسمها الكاش ميموري. الكاش ميموري حجمها صغير، وعشان حجمها صغير فزمن البحث عن معلومه فيها، زمن البحث عن معلومة فيها بيكون قليل، تمام؟ فأنا دلوقتي عشان أخد البروسيسور ياخد معلومة من الميموري، أول ما بيروح يدور ما بيدورش هنا في الميموري، لا، بيروح على الكاش كنترولر يسأله والله المعلومة موجودة في الكاش ولا لأ؟ لأن أنا أكتر المعلومات اللي بتتكرر وبستعملها كتير بحطها هنا في الكاش، تمام؟ أو عندي تصور أنا أحتاج معلومات إيه بالظبط فبخزنها في الكاش. طيب البروسيسور عاوز معلومه، يروح للميموري اللي زمن الوصول فيها كبير، طبعا كبير بالنسبه للكاش يعني، تمام. احنا هنا بنتكلم يا جماعه في نانو سكند، في 10 أس ناقص 9. فالبروسيسور بيروح الاول يدور فين؟ في يسال الكنترولر يا ترى المعلومه موجوده في الكاش ولا لا. ان كانت موجوده بيعمل هيت. هيت يعني ايه؟ يعني وصلت انا المعلومه خلاص موجوده في الكاش. طب ان حصل مس، مس يعني مش موجود، يروح ياخد المعلومه منين يا شباب؟ يجيبها من الميموري، لان ده البرنامج موجود هنا اصلا، وبعدين وهو راجع يحط نسخة فين؟ في الكاش، عشان احتمال المعلومة دي يتكرر طلبها مرة تانية، فبدل ما اروح اجيبها من الرام اجيبها منين؟ من الكاش. فهمنا قصة الكاش يا اخوانا؟ يبقى الكاش، لان حضرتك عارف ان الميموري بشكل كبير هو كأن
سرعات البروسيسور بتزيد بشكل كبير وبتتضاعف بناء على قانون مشهور جدا اسمه قانون مور، مور لو. ايه القانون ده؟ الراجل ده تنبأ وتوقع ان سرعات الكمبيوتر بتتضاعف كل 24 شهر. الميموري بيحصل فيها نفس الكلام تقريبا في الكباستي، لكن مش في السرعه. فسرعه البروسيسور او سرعه الكمبيوتر سيستم مرتبطه بسرعه البروسيسور ومرتبطه بالميموري. مرتبطه بمين؟ بالميموري. فلازم سرعات الميموري تزيد، لازم سرعات الميموري تزيد. فعشان نزود سرعه الميموري بشكل ما بنلجأ لمين بقى يا اخوانا؟ بنلجأ للكاش. تمام كده؟ زي ما قلنا الكاش عباره عن ايه؟ هاي سبيد ميموري، ميموري سريعه. البروسيسور يقدر يعمل لها اكسس بصوره اسرع منين؟ من المين ميموري، عشان شويه يقلل من اللي هو عنق الزجاجه اللي احنا محشورين جواه. تمام كده؟ لان طبعا الكاش ميموري بتعمل ايه؟ بتخزن بيانات ايه؟ بتخزن بيانات اقل. تمام؟ وبدا يظهر بقى تقنيات جديده في الكاش، يقول لك ليفل 1 كاش، يبقى ده موجود داخل البروسيسور بشكل كبير على الشريحه بتاع البروسيسور. وليفل 2 اوكي؟ اقدر ان البروسيسور يقدر يكلمه عن طريق هاي سبيد ديديكيتد انترفيس، يقدر يتكلم معاه بسرعه اسرع من الرام. وشويه البروسيسور راح خطوه اسرع كمان، نقل كمان ال L2 كاش جوه البروسيسور وبدا يحط L3 اوكي، فبقى عنده اكتر من الليفل. اللي عاوز اقوله في الاخر ان ده تقريبا المنحنى بتاع السرعات او اتجاه السرعات او الترند بتاع السرعات. وانت شغال على الدي دي ار والدي دي ار 2 والدي دي ار 3 والدي دي ار 4 اللي هم التقنيات بتاعه الدي رام المستعمل في المين ميموري اوكي، دي السرعات وانت طالع لفوق. تمام؟ طبعا دول حجمهم كبير. انتقلت للكاش من ليفل 3 ليفل 2 ليفل 1، ثم انتقلت لمين؟ انتقلت للريجستر اللي هي الذاكره اللي موجوده داخل البروسيسور نفسه. فوانت بتتحرك لفوق السرعه بتزيد، وانت بتتحرك لتحت هتلاقي المساحه بتزيد، المساحه التخزينيه. تمام كده يا اخوانا؟ بعد كده من ضمن الحاجات بتاعت الذاكره كمان الريد اونلي ميموري روم. الروم ده يعني ذاكره للقراءه فقط. المصنع بتاع التشيبه دي بيحط عليها البيانات اللي المفترض مش هتتغير. زي مين؟ مين قال وانت بتعمل ستارت اب لجهاز الكمبيوتر بتاعك اوكي ازاي يقدر يشيك ان الدنيا تمام، ويروح يبص على الهارد ديسك ويبص على الرام ويبص على البروسيسور ويدي لك كده بعض الصفارات، صفارات معينه ان الدنيا تمام. اول ما بتعمل باور اون، اللي بيعمل الكلام ده معلومات وبيروح يتشك باجراءات محدده. الاجراءات دي كلها محطوطه في برنامج، محطوط على مين؟ محطوط على الروم اوكي. يبقى دي نان فولاتايل، معلوماتها بتطرشم عن قطاع الكهرباء، معلوماتها ثابته، المصنع اللي حاططها اوكي. وزي ما قلت لحضرتك دي بتتيح ليا ذاكره تخزين دايما للديتا والانستراكشن اللي انت عاوزها ما تتغيرش. تمام؟ زي ما قلت لحضرتك كده ان زي مين؟ زي الانستراكشن او اوامر اللي بتقول للكمبيوتر هاو تو ستارت اب، ازاي يبدا لما الباور تشتغل. تمام؟ في نوع منها اسمه البي روم او البروجرامبل اوكي؟ وده زي ما قلت لحضرتك البي روم اللي بحط عليه البيانات اللي ما بتتغيرش خالص. وفي نوع تاني اقدر ابرمجه اسمه الاي اي بروم. الاي اي بروم ده بقدر ابرمجه. ماشي شباب؟ بعد كده بقى دخلنا في الهارد ديسك والوسائط الاخرى اللي هي السكندري ستورج ديفايس. والسكندري ستورج ديفايس بشكل ما بنتكلم على حاجه زي الماجنتيك ستورج، وبنتكلم على حاجه انا اسف زي ما قلنا بنتكلم على الماجنتيك، لكن بشكل ما الوحدات التخزينيه والكوست بتشهد تطور رهيب جدا والتكلفه كمان. تمام؟ طبعا السكندري ستورج بشكل ما ارخص من الرام. السكندري ستورج كوحده تخزين يعتبر ارخص من الرام اوكي. وده جدول تقدر تبصوا فيه على التقدم اللي حصل من سنه كام لسنه كام، وتكلفه الوحده الواحده او الكوست بير جي بي كانت عامله ازاي. تمام؟ طبعا هنا في وحدات من السكندري اللي هي الماجنتيك، والماجنتيك ده شغالين فيه من زمان جدا اوكي، يعني تقريبا من سنه 51 كان الماجنتيك موجود.
لكن الماجنتيك دلوقتي بيستعمل بشكل ما وبصورة كبيرة جدا معاه كده، كأنه باك اب، كأنه تقدر تخزن فيه معلومات بحيث ان تحافظ على معلومات الشركة بتاعت حضرتك. ده الماجنتيك تيب. اوكي، طبعا تقدر توصل لتصور للكلام ده من خلال مثلا شركة اي بي ام مع فوجي فيلم، وبتدي لك مساحة تخزين معينة اهيت. اوكي، بعد كده في عندك الهارد ديسك درايف اللي هو الديسك بتاعنا ده، بشكل ما سريع في الحصول على المعلومة. بعد كده تقدر كمان تبص على الريدندنت اري اللي هي الريد، ريدندنت اري اوف اندبندنت انكسبنسيف ديسك اللي هو الريد، وده نظام باك اب عشان يقدر يعمل حاجه اسمها ريكونستراكشن ماب، عشان بعض الناس بتعمله ان يبقى عنده 2 هارد ديسك بتخزن على واحد وبتسيب والتاني واخد نسخه احتياطيه عشان لو الهارد حصل له مشكله. اوكي يا جماعه، لو حصل مشكله تقدر ان انت تستعيد البيانات بتاعتك، فده ممتاز جدا في الريلابيلتي. بيعمل حاجه اسمها ايه الديسك ميرورنج، اللي يبقى عنده صوره من الديسك. في بعد كده كمان الفيرشوال تاب، دي بشكل ما معمول عشان يخزن البيانات اللي ما محتاجهاش كتير قوي لكنها مطلوبه. طبعا بعد كده انتقلنا للعصر بتاع السي دي روم والدي في دي، الاوبتيكال سكندري ستورج ديفايس. بنتكلم على الاوبتيكال ستورج ديفايس. اوكي، هنا بقى على السي دي روم والدي في دي، ودلوقتي شغالين وبدا يظهر بعض الحاجات الخاصه باستخدام الدي ان ايه اللي هو الحامض النووي اللي بيحمل شفره الانسان، بيستخدمه عشان يخزن معلومات. الدي ان ايه ده لما تروح تبص على الجدول بتاع الوحدات القياس هتلاقي جرام واحد من الدي ان ايه قادر على تخزين 455 اكسا بايت. اكسا بايت، ال1 اكسا بايت عباره عن بليون جيجا بايت، وطبعا ده حاجه عظيمه جدا، لكنه بشكل ما تكلفه تخليق الدي ان ايه عشان يخزن بيانات والكوست كبير جدا، فلكن ممكن في المستقبل يبقى الناس راحة على التخزين على مين؟ على الدي ان ايه. بعد كده بقى التقنية اللي موجودة دلوقتي حاليا في أجهزة اللابتوب اللي هي السوليد ستيت سكندري ستورج ديفايس. انا مش هعمل هارد ديسك بقى وليه هيد وبتحرك ميكانيكال وممكن الهيد يتخبط وممكن يحصل اي حاجة فيلير تحصل. اوكي، ممكن يحصل فيلير باي شكل من الاشكال. الفيلير ده ممكن يؤدي ان الهارد بتاعي ما يشتغلش بشكل كويس. يعني اضطر بس اوريك حاجه صغيره احنا سيبناها شويه واحنا بنتكلم على الهارد ديسك. اوكي، ان الكريتيكال ميكانيكال كومبوننت، انت بتتكلم في هارد ديسك وليه هيد، هيد ده يعني ليه راس او ابره كده بتقرا. اوكي، للديسك درايف، الفان عندك فيه مروحه، وعندك الريد رايت هيد كان فيل، ممكن يحصل مشكله. تمام، وبالتالي بياناتك ممكن يحصل لها مشكله، وعشان البيانات ما يحصلهاش مشكله بدانا بقى نروح لمين؟ بدانا بعض الناس بدات تشتغل في تقنيات معينه زي الويسترن ديجيتال، دي من اكبر الشركات اللي شغاله في الهارد ديسك عشان يقلل المشاكل ده ويقلل الاحتكاك. اوكي، بدأ يحط مثلا هيليوم، يملى الهارد بتاعه بهيليوم عشان يقلل مين؟ عشان يقلل الاحتكاك او ديكريس فريكشن بين الهارد ديسك. تمام كده؟ وان يبقى يلف بشكل ما ويستهلك باور اقل. تمام؟ وده اللي خلى بقى الهارد ديسك طالما بيحصل فيه مشاكل ممكن نلجأ لمين؟ للريدندنت اري اوف اندبندنت انكسبنسيف ديسك. تمام؟ طيب
اخر حاجه تقريبا هنتكلم عليها بعد ما اتكلمت على السيد روم، بقى نرجع لموضوعنا السيد روم ونرجع للديجيتال فيديو او الدي في دي، واتكلمنا على التقنيه اللي شغاله اليومين دول بعد ما اتكلمت على الدي ان ايه، اتكلمت على التقنيه اللي اسمها الاس اس دي، ده سوليد ستيت ستورج ديفايس، ما عادش بقى فيه هارد وعاد فيه وهيد وحركه ميكانيكيه، بدا الموضوع يتعمل كانه تشيبس، كانها شرايح، شرايح عامله زي شريحه الرام. اوكي، ده بيتقال عليه سوليد ستيت ستورج ديفايس، بقت عباره عن مين؟ ان بخزن في ميموري تشيب. انا هنا بتكلم على الهارد يا اخوانا، مش بتكلم على الرام. اوكي، بدل ما كنت بقى بشتغل على درايف للهارد ديسك او اوبتيكال ميديا، لا انا بدات اخزن على مين؟ على الميموري تشيب. تمام، والميموري تشيب دي زي ما اتفقنا بتقال عليها سوليد ستيت ستورج ديفايس، مفيش بقى فيها موفينج بارت، نو موفينج بارت، مفيش اجزاء بتتحرك، مفيش اجزاء قابله للكسر زي الهارد ديسك. خلاص، وده بشكل ما هيخلي لي الجهاز بتاعي كده ماله انسب للحمل. اوكي، وده على فكره الاس اس دي هي نفس التقنيه المستعمله في اليو اس بي، الفلاش او الفلاش ديسك اللي معاك هو نفس التقنيه اللي مشغله مين؟ اللي شغاله في الاس اس دي. تمام، بعد كده لما تيجي تتكلم بقى في وحدات تخزين خاصه بالمؤسسه انتربرايز، مش بتكلم على وحدات تخزين كونكتد بالجهاز بتاعك مباشر، يعني انت بتتكلم على الاتاتشد ستورج. الاتاتشد ستورج دي اللي هي بشكل ما وحدات التخزين اللي مع الجهاز بتاع حضرتك، بتتكلم على هارد ديسك، بتتكلم على الراد، بتتكلم على الفيرتشوال تاب سيستم، اوبتيكال ديفايس، سوليد ستيت، كل ده كونكتد دايركتلي لمين؟ للسنجل كمبيوتر. في وحدات تانية بقى مربوطه بشبكه زي النتورك اتاتشد ستورج او الستورج من الاريا نتورك. اوكي، النتورك اتاتشد ستورج ده عباره عن هارد ديسك درايف ستورج، ماله بقى؟ ليه ادرس، نتورك ادرس، ليه عنوان، وليه فايل بيزد ستورج سيرفيس معاه كده، بالنسبه لمين؟ بالنسبه ليه الشبكه، تقدر تخزن عليه مفيش فيه مشكله خالص. في كمان الستورج اريا نتورك، عباره عن نتورك شبكه، بس شبكه بين مين ومين بقى؟ بين وحدات التخزين المختلفه، بيتقال عليه ستورج اريا نتورك. اوكي، ده هاي سبيد سبيشال بيربوز نتورك، خلاص، اللي بيوصل بين ديفرنت تايبس اوف داتا ستورج ديفايس، هارد ديسك درايف، ماجنتيك تيب، سوليد ستيت سكندري ستورج اللي هي الاس اس دي، في سنجل ستورج سيستم وبيكونكت ما بينهم. اوكي، عشان تقدر تخزن عليهم. تمام كده يا اخوانا، وده هيخليك تدخل في بعض الناس بقى انا عاوز اخزن بيانات زي الكلاود النهارده زي جوجل درايف. اوكي، هتدخل بقى على الاستورج از سيرفيس، ان كخدمه انا زبون وعاوز اخزن بياناتي، وده هيتطلب منك بقى انك تسمع المايكروسوفت سكاي درايف، وتسمع على موزي، وتسمع على الابل اي كلاود، والدروب بوكس عشان تحط ملفاتك عليه، وجوجل درايف. اوكي، عشان تقدر تخزن، وطبعا التخزين هنا بناء على مين؟ بناء على الكوست، يعني هتخزن مقابل فلوس. وفي بعض المواقع بقى والسوشيال ميديا زي البن بي انترست والحاجات الخاصه بالفوتو شيرنج ويب سايت. احنا انا شايف ان احنا هنكتفي بهذا القدر. المحاضره القادمه ان شاء الله هنتكلم على الانبوت والاوتبوت ديفايس. اتمنى المحاضره، معلش المحاضره فيها مصطلحات كتير، لكن ان شاء الله محاضرة سهلة لما تسمعها مرة واثنين، وبالتوفيق ان شاء الله، ونلتقي بك في محاضرة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.